معنا هاتفيا من عمان دكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور أيمن. إذا منظمة هيومن رايتس واتش تجدد انتقاداتها للحكومة والقضاء في العراق بعقد محاكمات صورية للمشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة. هل العدالة تتحقق بهذه الإجراءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي والمشاهدين الكرام. حياك الله. حقيقة المنظمات الدولية الحقوقية طالما انتقدت منظومة العدالة في العراق وشخصت ما هو معروف من عيوب كبرى تشوب هذه المنظومة، وبالتالي جميع الإجراءات التي تحدث ابتداء بالتوقيف الاحتجاج مرورا بإجراءات التعذيب وتسمى التحقيق، ولكن حقيقة الأمر هو تعذيب ممنهج بأساليب سادية لا يمكن أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تحقيق الحقيقة أبدا، وطبعا بالنتيجة سيحال المتهمون إلى المحاكم والقاضي يأخذ باعترافات انتزعت أو أجبروا حقيقة على الاعتراف بهذه الجرائم يرتكبوها، وهذه ثابتة موثقة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وليس فقط هيومن رايتس واتش حقيقة، ولكن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد على أن العدالة معيبة في العراق، على أنها يعني في نفس الوقت طبعا لا ننسى ان يعني هناك نوع من المجامله للحكومه في العراق من قبل المجتمع الدولي، لانهم يعني ضمن هذه المنظومه الوضع الذي يريدون له التمرير في العراق. يعني احتجاز 19,000 شخص بتهمه انتماء لتنظيم الدوله، ألا يطعن في رواية الحكومة أنها تريد مصالحة مجتمعية في البلاد؟ أخي هذا حقيقة هو يعني دليل آخر يضاف على عدم رغبة الحكومة في المصالحة. آلاف المعتقلين يتم اعتقالهم بالشبهة بأدلة ظنية لا وجود لقرائن حقيقية ولا أدلة قطعية، ويتم الاستناد إلى أساليب واهية حقيقة لا يمكن أن يقبلها أي عاقل، يتم اعتمادها ويتم أخذها بنظر الاعتبار من قبل القاضي ويصدر من خلالها أحكام تصل أغلبها تكون الإعدام بحق المعتقلين. وهنالك 3,000 معتقل جرى يعني حكم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى 11 معتقل آخر، 11,000 معتقل آخر ينتظر أحكام مماثلة، لأنه نفس المعطيات نفس المحاكم المفتقرة لأبسط مقومات العدالة. بالنتيجة الحكومة غير مؤهلة حقيقة لإجراء مصالحة. والقضاء دكتور أيمن، يعني استناد قبول القضاء بهذه المحاكمات واستناده على اعترافات يعلم أنها منتزعة بالإكراه وتحت التعذيب، ألا يجعل القضاء شريكا ومتواطئا في هذه العقوبات الجماعية؟ طبعا القضاء في العراق اليوم ورأس المنظومة القضائية هي تشرعن المخالفات القانونية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، فهي بالنتيجة تشرعن للسلطة التنفيذية ما تقوم به من جرائم، وهذه الجرائم أؤكد هنا هي جرائم بخلفيات طائفية واضحة لا لبس فيها هذا الموضوع، لا تستطيع الحكومة الخروج من هذه الحقيقة، لا تزال الحكومة تعيش في الأوضاع التي كأنها في المنفى، ويعني لا تستطيع استيعاب الواقع الجديد الى حد اليوم. 15 سنة من منذ الاحتلال والحكومة تدور بهذه الحلقة المفرغة، ومن يدفع الثمن طبعا
هم الأبرياء المواطنون نعم. الذين لا حول لهم ولا قوة. وهذه الممارسات أيضا التي نشاهدها الآن على عبر الشاشة، القوات الحكومية وهي تستعرض بالمعتقلين في شوارع الموصل، كيف تصفون هذه الممارسات؟ أخي تعلم العقيدة العسكرية الجديدة التي جاء بها الاحتلال هي عقيدة ميليشيات وعصابات، يعني لا يمكن أن يكون هذا إجراء مهني بأي شكل من الأشكال. هي هذه القوات تفتقر إلى الهيبة، تفتقر إلى تريد فرض النفوذ، فرض السطوة بهذه التصرفات الجوفاء. وبالنتيجة الكل يعلم أن أغلب المعتقلين هم أبرياء، أغلب المعتقلين جرى اعتقالهم بدون أدلة، سهولة كيد الاتهامات، القضايا الكيدية الخلفية التبعية الحزبية، هذه كلها تتداخل بهذا الموضوع. ومع الأسف الشديد كل هذا يجري برعاية وإسناد الدول النافذة، وتصر على يعني دعمها للحكومة نعم مع علمها، وهي التي تقول أنها حكومة فاشلة نعم وحكومة فاسدة وحكومة وصل العراق في عهدها ما وصل إليه اليوم من معاشي وأزمات نعم متفاقمة. لا يمكن يعني بأي حال من الأحوال أن تكون هذه هو يعني هذا هو المراد من الحكومة. نعم الحكومة هي ناظم، مفروض من يفترض أن تكون ناظما للحياة، ولكن هذا كله لم يحصل مع الأسف العراقي. أشكرك شكرا جزيلا. من عمان دكتور أيمن عاني، المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين.